لو عندي اي حاجه بتجيب لي نيجاتيف ثوتس ان انا اعمل لها انفولو، لو في حاجه بتخليني اضايق نفسي او اقارن نفسي بحد او لا، المفروض ان انا اعمل انفولو للحاجات دي وفولو الحاجات اللي بتخليني انا make me feel better او بتخليني في positive thinking، اني عاوز اعمل حاجه او اني looking forward ان انا اشتغل في حاجه معينه. وطبعا ما ضيعش اي فرصه، اوعى تقول لنفسك اعمل كده ليه مش مهم، لا مهم، كل خطوه بنعملها في حياتنا مهمه، وكل خطوه زي السنوبول ايفكت، كل خطوه بنعملها بتودينا لحاجه تانية، وعمرك ما هتبقى عارف انت هتروح فين. ولو في اي حاجه عاوز اعملها حاسس ان هي صعبه عليا، سمول جولز الاول، سمول اوبجكتيفز، لان زي ما كانت بتقول صعبه قوي ان انا اقول لنفسي انا عاوز ان انا اخس واحدة واحدة. 15 كيلو، بس ممكن اقول انا عاوز اخس في خلال الشهر ده 2 كيلو، بعد كده 2 كيلو كمان. لما بنشوف نتيجه الحاجه اللي احنا بنعملها بتساعدنا ان احنا نكمل. نكمل فلو قسمت التاسك او الجول اللي انا عاوزه اوصل له لسمولر جولز او سمولر اوبجكتيفز، ساعتها انا بدي لنفسي زي ما بيقولوا يعني ببسط اسرع، لان الحاجات دي انا بحققها اسرع، فبالتالي بحس ان انا ايه ده، لا ده انا فعلا وصلت ان انا خسيت 2 كيلو، طب انا عايزه اخس 2 كيلو كمان، طب 4 كيلو كمان، وفي الاخر هوصل لنفس ال 15 بالاخر كيلو. هخس. اهم حاجه ان انا اخس طبعا. طب دي احلى حاجه خلاص، يعني اهم حاجه بجد في كلام حبيبه، كلام جميل قوي قوي ويدي طاقه بجد والله، ويدي طاقه ويشجع الواحد ان هو يتبسط ويرجع يبقى عنده شغف تاني. ولكن يمكن الواحد بقى كان بيحط اهداف كبيره كبيره قوي فجاه، فبيحس ان هو عاجز عن تحقيقها، فيبدا يقول خلاص انا اقعد في مكاني اتنح زي حالتي. لا انا هبدا من النهارده والله انفذ كلامي، من بكره الصبح ابدا انا نعمل بلان مع بعض. يلا خلاص، وعد وعد. طيب عايزه كل الناس اللي بتشوف قعده ستات تعمل معانا البلان دي، وبجد تبدا يعني بلاش نقول ان ده كلام برامج ومجرد ان احنا بنقول اي كلام، لا تعالوا نجرب، تعالوا نبعد شويه عن السوشيال ميديا، تعالوا نبعد شويه عن الهموم وعن البانيك وعن الزهق وعن الخوف من الكورونا ومن الحسابات ومن حاجات كتير قوي، وتعالوا نحب نفسنا شويه يمكن، وانا هجرب معاكم. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.